السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة أقوى العروض من كل مكان. اليوم جولة جديدة وعروض بندة الأسبوعية من يوم 1/6 إلى يوم 7/6، من يوم الأربع النهاردة الأربع. حبينا نعمل لكم الجولة بدري، ونعتذر طبعا عن الأصوات اللي طلع في الفيديو عشان في إصلاحات هنا في بندة بيعملوا إصلاحات، فمعلش احنا بنعتذر عن الصوت اللي طالع ده في الفيديو. هنشوف طبعا الفيديو ده، احنا عايزين نعمل حاجة جديدة الاسبوع ده، ان احنا نعمل فيديوهات ما تكونش طويلة، وكل مجموعة نعمل لها فيديو لوحدها. يعني احنا هنبدأ دلوقتي الفيديو على المواد الغذائية الأساسية اللي هي الأرز، المكرونة، الزيوت، السمنة، زيت الزيتون، الحليب. هنحاول نعمل للمواد الغذائية الأساسية الفيديو الأول ده. فهنشوف، هنبدأ بالأرز مع بعضينا في عرض على الوليمة. الوليمة اللي هو 5 كيلو نازل ب 38 ريال 95 هللة، اللي هو 5 كيلو الوليمة. احنا عملنا فيديو حلو جدا ازاي ان انت تختار الأرز البسمتي، او افضل نوع موجود في السوق السعودي ايه هو النوع الافضل. فياريت نتمنى من الناس انها تشوف الفيديو ده، فيديو حلو جدا فيه معلومات قيمة جدا وحلوة جدا. فهنبدأ بقى مع بعضينا نشوف العروض. ال 5 كيلو الوليمة ب 38 ريال 95 هللة، هو اصلا كان سعره 46 ريال او 45 ريال 65 هللة. في برضو عرض على الطائي برضو 5 كيلو ب 34 ريال 95 هللة الطائي. في برضو عرض على 5 كيلو الرجحي ب 36 ريال 95 هللة، 5 كيلو النوع اللي هو الرجحي. في ابو صقر 10 كيلو ب 64 ريال 65 هللة. هنشوف برضو معاكم باقي العروض. دي العروض اللي نازلة على الأرز. في الأرز اللي قدامنا ده اللي هو تاج الهند. تاج الهند أرز أبيض هند طويل الحبة درجة أولى، نازل بكام؟ هما شكلهم كده حاطين ديت غلط. العرض نازل على الأرز المصري اللي هو الجرين فارم 5 كيلو، وطبعا مش موجود اللي هو ده دي محطوطة غلط. الأرز المصري ده نازل ب 26 ريال 95 هللة. هما كده غلطونا وحطوا السعر غلط. المفروض إن الأرز ده اللي هو الأهرامات ده نازل ب 26 ريال 95 هللة، اللي هو الأرز المصري 5 كيلو. وطبعا لازم تكون هو حصري في الأعضاء، يعني أنت تسجل رقمك عند الكاشير عشان تكون عضو في البرنامج لو أنت مش عضو. في الأرز اللي هو الياسمين ألوها ده 5 كيلو ب 21 ريال 95 هللة. الصنويت، الناس بقى اللي بتحب الصنويت، سعره من غير عرض 38 ريال 95 هللة. لو شفتوا الفيديوهات اللي أنا عاملها في الجملة هتلاقوه بسعر أقل من كده بكتير. نشوف برضو معاكم باقي العروض. في هنا خلطة البروست اللي هو البيت الحار اسناد الاتنين حبة ب 12 ريال 95 هللة، الواحدة بس ب 7 ريال 95 هللة، نازل الاتنين ب 12 ريال 95 هللة. للناس اللي عايزة خلطة البروست، في زبيب المهدب، زبيب المهباج 500 جرام نازل الحبة ب 10 ريال 95 هللة، الحبة طبعا نص كيلو او 500 جرام. في برضه هنا 1+1 اللي هو لوز شرائح، الكيس 250 جرام 1+1 ب 29 ريال 95 هللة، اللي هو اللوز. في برضه مسحوق الجوز الهند 400 جرام عافية 12 ريال 95 هللة. في هنا برضه عروض على الأرز. هنا في عرض على أرز اللي هو أبو كاس، عرض حصري للأعضاء برضو اللي هو برنامج الأرباح، 10 كيلو 57 ريال 95 هللة، أرز أبو كاس اللي هو 10 كيلو.
نشوف برضو في عروض على الارز، عشان كده يكون الارز كله ده، كله ده ارز ابو كاس، كل ده ارز ابو كاس 10 كيلو ب57 ريال 95 هلل. ده طبعا مش نازل عليه عروض. هنشوف بقى العروض التانية. كده احنا خلصنا عروض الارز، العروض اللي نازله على الارز. في عرض على الاندومي، الاندومي اللي هو العلبة ده 60 جرام، ال5 علب ب9 ريال 95 هلل على الاندومي. في الكرتون الاندومي، كرتون الاندومي ب43 ريال 95 هلل، 43 ريال 95 هلل. في عرض على زيت زيتون رحمة 2 لتر نازل ب 42 ريال 95 هللة، هو اصلا كان ب79 ريال 95 هللة، فسعر كويس يعني، عرض نازل كويس. زيت زيتون رحمة. في عرض حلو جدا على الليز، كرتون الليز الاتنين كرتون ب18 ريال 95 هللة، كرتون الليز 18 ريال 95 هللة، يعني الواحدة ب9.5، فيعتبر عرض حلو جدا يعني. ده عروض كرتون الليز. بنكرر ان احنا بنكرر لكم تاني الاصوات اللي طالعه في الفيديو دي، في اصلاحات هنا في فرع بندا اللي احنا بنصور فيه ده، فبنعتذر جدا على الصوت اللي طالع في الفيديو دي. يبقى احنا شفنا الليز الاتنين حبه ب18 ريال 95 هلل. عايزين نشوف بقى اسعار الزيوت. اسعار الزيوت، الزيوت هنشوف الاول الملح نازل عليه عرض هنا ال5 حبات ب5 ريال 95 هللة، اللي هو النوع ده، والواحدة حجمها 700 جرام، الواحدة حجمها 700 جرام. في برضو عرض على البهارات، عرض على البهارات نازل على الانواع دي كلها، عروض نازل عليها عروض. في عرض على برضو الرنا، رنا اللي هي طماطم مقطعة 400 جرام ب9 ريال 95 هللة، ال4 حبات ب9 ريال 95 هللة، اللي هي طماطم مقطعة رنا، الحبة 400 جرام، حبة 400 جرام. شفنا احنا عرض الاندومي في البداية هنا، خلص برضو في مكان هنا عارضين فيه تاني اندومي. نشوف العروض اللي على المكرونة، المكرونة مفيش عروض على المكرونة، وهم لسه ما حطوش الاستيكر بتاع المكرونة. في نوع هنا مكرونة بالجبنة اللي هي كرافت، كرافت 206 جرام، الحبة ب8 ريال 95 هلل. نشوف عروض زيت الزيتون. نبدأ بقى عروض الزيوت بزيت الزيتون. في زيت الزيتون اللي هو الجوف 500 ملي ب23 ريال 95 هلل، 500 ملي. الجوف ده دايما سعره بيكون غالي يعني، سعره دايما مرتفع. في عرض برضو على غصن الذهب، غصن الذهب اللي قدامنا ده، غصن الذهب ده انا اول مره اشوفه، غصن الذهب ده 500 ملي ب9 ريال 95 هلل، غصن الذهب. في زيت زيتون برضو اللي هو قدامنا ده، اوند ليفيا 500 ملي، اللي هو الاسم اللي قدامنا ده عشان ما اكونش انا بنطقه غلط، 500 ملي نازل ب14 ريال 95 هلل. في رحمه ده احنا شفناه ب 2 لتر ب42 ريال 95 هلل. في زيت زيتون بيتوتي الاثنين حبه ب20 ريال، يعني الواحده ب10 ريال، اللي هو 500 ملي، بس انت لازم تاخد الاثنين مع بعض، اللي هو بيتوتي. في عرض برضه على السمنة، سمنة المراعي، وده عرض حصري للأعضاء برنامج الأرباح، 1 حبة ب34 ريال 95 هلل، اللي هي 800 جرام، 800 جرام. في زيت زيتون ندك، زيت زيتون ندك اللي هو ال1 لتر العضوي ده، نازل ب39 ريال 95 هلل، 39 ريال 95 هللة، كان سعره 53 ريال 95 هللة، نازل ل 39 ريال 95 هللة. زيت عضوي، دايما الزيوت العضوي دي بتكون سعرها غالي يعني شوية. ده 1 لتر. في الزيوت، الزيوت هتشوف الأسعار، أسعار وليست عروض، أسعار وليست عروض.
الزيت عافية اللي هو ذرة لتر ونص ب32 ريال 95 هذا، أعتقد إن سعره زاد شوية. دوار الشمس ب31 ريال، اللي هم الاتنين لتر ونص والاتنين 549 ريال 95 هذا 59 ريال، يعني بيقول 60 ريال، يعني السعر ده ثابت كل أسبوع بنشوف نفس السعر. طيب الحجم اللي هو 750 ملي ب17 ريال 95 هذا اللي هو الذرة عافية 750 ملي 17 ريال 95 هذا، اللتر ونص ب32 ريال 95 هذا. ال ايه تاني، المازولا 26.5، كان 28 نزل ريال ونص، 26.5. الكانولا، زيت الكانولا ب25 ريال 95 هلل في الجملة يا جماعة، شوفوا فيديوهات الجملة والله في الجملة أرخص من كده، يعني المازولا ده في الجملة ب21.5، هنا ب26.5 فرق، هنا 5 ريال، يعني اللي هو المازولا ده زيت ذرة. في نور الاتنين حبة ب52 ريال 95 هلل، كان 56 نزل ل52 ريال 95 هلل، اللي هو نور. في نور اللي هو 750 ملي، بدأت الشركات بقى تنزل اللي هو 750 ملي ده عشان خاطر ارتفاع الأسعار، ومنزلينهم بسعر 12 ريال 95 هلل. ومعروف نور يعني برضو من الشركات القوية جدا في الزيوت، يعني الزيت بتاعها كويس جدا يعني. في زيت عافية دوار شمس الاتنين حبة ب53 ريال 95 هلل، 53 ريال 95 هلل. هدي دول الاتنين دول كانوا بينزلوا ب20 ريال 25 ريال، بقوا ب53 ريال 95 هلل. شمس الواحدة شمس ب16 ريال 95 هلل، في الجملة ب17 ريال 17 ريال ونص. يعني انا انصحكم ان انتوا تشوفوا فيديوهات الجملة، وانا هخلي الفيديوهات بتاع الجملة في حرف الاي اللي هو فوق ده في الفيديو، وفي شاشة النهاية يعني في آخر الفيديو هتلاقوها برضو. زيت العربي الاتنين ب36 ريال 95 هلل، زيت نباتي العربي، زيت نباتي العربي الواحدة بس 19 ريال 40 هلل، 19 ريال 40 هلل. شروق ده اللي زاد جدا برضو، بقى سعره 24 ريال 95 هلل. أنا فاكر والله كان بينزل ب5 ريال وكان بينزل ب10 ريال، اللي هو الشروق ده 24 ريال 95 هلل، ارتفاع يعني جنوني في الأسعار. النخلتين ب18 ريال 95 هلل، النخلتين 18 ريال 95 هلل. في الأحجام الكبيرة اللي هو مازولا 5 لتر 81 ريال 95 هلل، زيت دوار شمس 81 ريال 95 هلل أو 82 ريال، اللي هو مازولا الأحجام ده من الأحجام الكبيرة. نادك، شوف نادك، نادك اللي هو زيت زيتون للطبخ 35 ريال 95 هلل. في هنا نزل عرض على نادك اللي هو زيت زيتون للطبخ والآلي، نازل ب24 ريال 95 هلل، احنا شفنا قبل العرض ب36 ريال، نازل هنا 25 ريال زيت زيتون نادك. دي كل اسعار الزيوت، هنشوف سعر الزيت اللي هو العافية اللي هو الحجم الكبير ده، عشان في ناس سألتنا عن الاحجام الكبيرة اللي هو 9 لتر، 9 لتر نازل ب120 ريال 119 ريال 95 هللة، اللي هو زيت عافية الحجم الكبير اللي هو 9 لتر. دي كل اسعار الزيوت يا جماعة اللي موجودة في بندا من غير عروض، واسعار الجملة اقل منها بكتير جدا. يعني في زيت جوز الهند العضوي 200 ملي اللي هو باراشوت ده ب17 ريال 95 هلل، للناس اللي بتستخدمه. دي كل اسعار الزيوت، يبقى احنا كده شفنا مع بعضنا اسعار الزيوت، شفنا اسعار الارز، شفنا اسعار المكرونه، مفيش حاجه على المكرونه لسه هم حاطينها. في المكرونه دي مكرونه النوع ده نازل الاتنين حبة ب9 ريال 95 هلل، اللي هو الاسباجيتي اتنين ب2 ريال 95 هلل. في هنا برضو المكرونة اللي هي لازانيا بريفيتو الواحد حبة ب9 ريال 95 هلل.
بازلنا البريفيتو. فاعتقد ما دام حطوا العروض دي يبقى مفيش عروض تانية، يعني كانوا حطوا العروض كلها بالمره. في عروض برضو على الكولا، عروض الكولا الاتنين حبة اللي هي الكولا اللي هي الاتنين لتر وعشرين، الاتنين لتر وعشرين عشان ما فيش حد ياخد اتنين لتر 25 ملي، 25 ملي معلوش عروض. الاتنين لتر وعشرين اللي هو الكبير ده نازل الاتنين حبة ب12 ريال 95 هبل، في البقالة هتلاقوها ب9 ريال. فعرض كويس، عرض كويس جدا للناس اللي بتحب الكولا وبتشرب الكولا. في الكولا اللي هي الزيرو، الكولا اللي هي الزيرو ال 12 حبه في 355 مللي اللي هي اللي قدامنا دي ب 29 ريال 95. في عروض الشاي، عروض الشاي الليبتون الاحمر ب 9 ريال 95 هرقه. في عروض برضو على الزيتون اللي هو الشرائح، الحبة ب7 ريال ونص اللي هو النوع اللي قدامنا ده 230 جرام، 7 ريال ونص الأسود والأخضر. في اللي هو 140 جرام الاتنين حبة ب9 ريال ونص، 9 ريال ونص. طيب نكمل بقى معاكم برضو العروض الموجودة في حدائق كاليفورنيا اللي هو الحمص، الاتنين حبة ب10 ريال 95 هرلة، 580 جرام. في بالنسبة للفول برضو، فول اللي هو الجرين فارم 450 جرام الثلاث حبات ب9 ريال 95 هلا، حتى أسعار الفول ارتفع برضو. في بالنسبة لحدائق كاليفورنيا اللي هو فول سادة 450 جرام الأربع حبات ب9 ريال 95 هلا، 9 ريال 95 هلا، اللي هي حدائق كاليفورنيا اللي هو سادة من غير خلطة الأربع حبات ب9 ريال 95 هلا. العروض اللي هي على التونة، عروض التونة، تونة اللي هي بوتان، بوتان دي 185 جرام الاتنين حبة ب13 ونص، دي من الأنواع الحلوة جدا، 13 ونص بوتان اللي هي 185 جرام، اللي هي 90 جرام التلات حبات ب13 ريال 95 هرقة. دي العرض اللي على بوتان. في عرض جرين فارم ده اللي هي 170 جرام نازل الاتنين حبة ب10 ريال 95 هرقة، دي من الأنواع الحلوة جدا على فكرة، 10 ريال 95 هرقة. في تونة باندا، تونة باندا 185 جرام التلات حبات برضو ب13 ريال 95 هرقة. وعلى فكرة في ناس كتير بتحب التونة اللي هي باندا لأنها بأنواع كتير، في بالمية وفي بالزيت الزيتون وزيت دوار الشمس، وفي كل الانواع هتلاقوها موجودة هنا، نازل عليها عرض بالتلاتة ب13 ريال 95 هللة. في برضو عرض على التونة اللي هي حدائق كاليفورنيا اللي هي 185 جرام، عشان في نوع 170 جرام، التونة اللي قدامنا دي 185 جرام حدائق كاليفورنيا اللي هي القطع ب7 ريال ونص الواحدة، 7 ريال وربع الواحدة. برضو في تريفيا، تريفيا 170 جرام